ريهام، هلأ لشو البكاء؟ شو صار لحتى نزلوا دموعك؟ شو في؟ جنبك انت ريهام، لوين رايحة؟ انت فهمت كل تصرفاتي غلط ريهام. بعد عني لحظة مثل القصص الخيالية. شفت الرجال اللي بحبه واللي مشتاقة لوشه، بيني وبينه كم خطوة، بس ما رح تكون نهاية قصتنا حلوة مثل القصص الخيالية. حبيبي مو ملك سيء، طلعت أنا الشخص السيء بكل هالقصة. كنت عم كذب طول الوقت على الرجال اللي الكذب عنده خط أحمر. مين في هون؟ جان؟ أليم؟ خير شو في؟ كنت عم استنى أمير هون، ناطرة ليجي على البيت، بدي شوفه وأحكي معه. بدك اتصل فيه؟ لا تتصل لو سمحت، ما بيجي إذا عرف إني بالبيت، ما عم يرد على اتصالاتي. طيب فوتي لجوا، ليش واقفة هون؟ لا مو ضروري، بلا ما أزعجك. أليم خلصنا شو هالحكي، يلا فوتي. البيت صاير كتير حلو. أبوك رجع غير الديكور مثل العادة، كل 4-5 سنين بحب يغير. صراحة أنا ما كتير بهتم بهاي الأمور. ألين، كأنه باين عليك كتير متضايقة، شو الموضوع؟ لساتني بحب أمير لهلا، من لما أبوك قلعني من الشغل أمير ما عاد حاكاني أبدا، وهي هي مشكلتي. هذا الموضوع؟ إيه جان. شو الحب القوي؟ أمير بيعرف؟ أكيد هو بيعرف، ما بيرد على اتصالاتي وبيصدني على طول، فقلت بيجي على بيته أحسن حل. الإنسان لما بيوقع بالحب بيعمل شغلات سخيفة وما بيهمه. أبوك ظلمني لما قلعني من الشغل جان، أنا وقتها ما كان إلي ذنب بأي شيء، وحتى كنت وفية وصادقة مع أمير، بس طبعاً اللي صار بالأخير إني خسرت شغلي والشخص اللي بحبه، وربحت كره أبوك إلي. هالشي له علاقة كمان بسرقتك لزبايننا وحركات التجسس اللي عم تساويها. ما في تجسس ولا شيء،
وأنا ما أخذت من عندكم زباين، نافست. وأنت بتعرف هالشغلات مشروعة بعالم الشغل، كل الوكالات بتركض ورا زباين بعضها. ماشي، تركينا من هالمواضيع هلأ. متأكدة ما بدك اتصل بأمير وقل له أنك هون؟ أي متأكدة. أصلاً ما بعرف شو بدي قل له، إجيت بلا ما أفكر. حسيت شي غبي اللي عم أعمله، حدا بيجي بينطر على بواب البيوت بهالطريقة وبنص الليل، قلت شو اللي عم أعمله؟ بس عن جد مو قدرانة، مو قدرانة أعيش بدونه. صرت مجنونة يمكن، فهمتني مو؟ فهمان منيح شو اللي عم يصير فيكي. خليني أمشي، تأخر الوقت. إيه مثل ما بدك. بعدين يمكن أمير ما يجي أصلاً. جان، أنت كتير منيحة عن جد، بكفي سمعتني، شكراً كتير إلك. تصبحي على خير. تصبح على خير. انت حلوة لدرجة عم خاف لمسك. ليش بدك اتركك؟ لأنه ما بدي اكون معك. ليش؟ ما بحبك بنوب. شو اللي ما عم تفهمه؟ أنا مو قادر أصدق نظرتك إلي ولمستك وابتسامتك ما عم يقولوا هيك. وفي شي تاني ما عم تقولي لي اياه. انت في شي ما بتعرفه؟ ليش هيك عم تقولي؟ شو الشي اللي ما بعرفه عنك؟ ما بدي اقول لك شو هو. كل اللي بدي اياه انك تروح. يا الله كيف غفيت هيك؟ عم تسألني إلي؟ طمني هلا أنت رايق؟ فاتت القصص ببعضها لأنك ما إجيت، شوف قديش ساعة، هلا لخلصت شغل، طبعاً الأخ الصغير بيشتغل، والكبير ما له سائل بنوب، قاعد مسترخي ومكيف. وكان عندك ضيف كمان. وشربانين مع بعض. تعرف هالضيف مين بيكون؟ مين؟ ألين. كيف يعني؟ اجت لهون لعنا؟ طيب وشو قالت لك؟ البنت كتير منهارة. قالت لي أمير تركني من سنين وأنا لساتني بحبه، اجت وشكت لي همها. أنت عم تمزح مو؟ شكت لك همها؟ شو عم بيصير؟ والله ما عاد عم أفهم. عم تعمل الشغلات المجنونة اللي بيعملوها كل الناس لما بيحبوا. ما راحت على شغلك، اجت ووقفت على باب بيتك، عم تفكر فيك ليل نهار، ما عم تنساك بنوب، انت الشخص اللي بتحبه، كيف ما طلعت عم تشوفك؟ قوم روح احكي معه. روح. انت وابي بتكرهوها واحكي معها؟ يا رجل، شو بدك برأي غيرك اذا كنت بتحبها؟ شو دخلنا؟ لساتك بتحبها للبنت؟ بنحكي بالموضوع بعدين. امير ليك، طلع، اذا بدك ياها او ما بدك ياها روح وقول هالحكي بوشها، لا تضل هربان منها. ايه؟ شو ما رح يكون قرارك، أنا رح ضل جنبك أخي.
تمام، رح روح واحكي معه. كتير منيح، يلا روح. بدك تلج؟ لا خلاص، بشوفك. أهلا وسهلا. تفضل.